لمواضيع خاصة بالشأن العالمي والشأن التونسي في علاقة بمنع الأكياس البلاستيكية بالمخابز انطلاقا من شهر رمضان، تحليل تأثير حل البلديات بمرسوم رئاسي على الشأن البيئي، كيف زاد تأثير انهيار بعض البنوك الأمريكية على المشاريع المناخية. احنا تقريبا منذ بداية ليكولو قاعدين نتابعوا في حملات التشجير، هذاك علاش حاضر معنا عبر الهاتف السيد مروان درعي. مروان أهلا وسهلا. أهلا بك، مرحبا بكم. عسلامة مروان. قبل كل شيء ساعة نشكركم على الحملات اللي قاعدين تقوموا بها، تقريبا عندكم أعوام، وكيف كيف زاد حملات التشجير كانت بدأت بعد عندهم شوية أشهر هكاك، تقريبا نوفمبر ديسمبر كنتوا بديتوا في حملات التشجير. ساعة كانت تعطينا فكرة مروان، أنتم وين تو بالضبط؟ والله أنا طوى في جبل تبع نفزة اسمه جبل الديس. واضح باهي، دونك قاعدين توا تشجروا في مروان خايف يعطي اللوكاليزاسيون تاعو، تقول درون تبع فيه يقول لنا لا مروان لا مش درون، خاطر انا بالضبط بالضبط حمدي حشيد معاك يا مروان. انا عارف روحي في الطريق، كنت في تبرقة، خليت الجروب في تبرقة وطالع توا جبل. واضح حمدي حشيد معاك، يفدك معاك يا مروان. مرحبا، عايشك باهي. انتم توا في جبل في نفزه، دونك مروان نعرفش كان تعطينا نعرفش بعض الارقام، قداش من قداش الاوبجيكتيف اليوم بتاع الاشجار اللي باش تغرسوها، كيف كيف زاد قداش فما من متطوع معاكم؟ والله احنا بين البارح واليوم بدينا، مشينا البارح الفرنانة بنطاقة بوهرة، عملنا 2500 فرنانة، جر الفرنان شاندولييش. اليوم ان شاء الله عندنا زاد الاوبجيكتيف نتاع 2500 فرنانة و1000 خروبة، قاعدين نعملوا في انتجراسيون للخروب خاطر قيمته الاقتصادية وقدرته على مقاومة الجفاف اللي صاير في البلاد. واضح، ممتاز. اليوم فقط في علاقة بحملات التشجير هذه يا مروان، هذوما أشجار كانوا موجودين وعودتوا تعاودوا تعملوا في إعادة تشجير، معناتها تحرقوا ولا تقصوا، ولا منطقة ما فيهاش أشجار وأنتم قاعدين تغرسوا فيها؟ لا، هي منطقة تحرقت في مناطق مختلفة. بتاع البارح في فرنان تحرقت 2017، في تبرقة تحرقت 2017، جبل الديس تحرقت 2016. واضح، دونك انتم قاعدين تعملوا في اعاده محرقين تشجير. وقاعدين نرجعوا فيها. واضح، ممتاز. وتقريبا قاعدين تعاودوا في نفس ليزيسبيس ولا تبدلوا في دوت ليزيسبيس؟ الاكثريه نعاودوا نفس ليزيسبيس، وساعات كما قلت لك تصير فما بحوث بشراكه مع اداره الغابات وشركائها، تصير انتجراسيون تاع الشجار كيما الخروب، واضح لقيته الاقتصاديه وقدره عنده وقدره على مقاومه الجفاف. واضح، ممتاز. قداش من المتطوع توا موجودين معاكم مروان؟ اليوم بين البارح واليوم بين عندنا 90، اليوم 95 جاو، فما التحقوا ممتاز بينا خمسه من المنطقه تاع تبرقه، وفي جبل الديس فما في حدود ال 100 من اولاد المنطقه. واضح، ممتاز. والعباد اللي تسمع فينا وتحب تشارك في حملات التشجير المستقبليه مروان، كيفاش ينجموا يتصلوا بكم؟ ديما نهبطوا احنا على الباج ديزيفينمون، هو ذكرنا بالباج مروان. حملات التشجير تكون من نوفمبر بعد عيد الشجره حتى لاخر مارس. واضح، ذكرنا باسم الباج نتاعنا. عندنا باج هما زوج جمعيات، سولي اند جرين وتونس كلين اب، الزوز يعبط فيهم، معناها اللي يحب يشارك ينجم يدخل يلقى فورمولير يعمر، بعد عندنا شكون ينجموا يكلموهم ويعملوا معاهم الكونفيرماسيون باش يلتحقوا بينا. واضح، دونك لي دو باج فيسبوك اللي هما تونس كلين اب وسولي اند جرين. شكرا لك مروان درعي برسمي، معناها قاعدين تقوموا في عمل جبار وجبار جدا. تحيه لك انت وتحيه للمتطوعين اللي معاك اللي يشاركوا واللي قاعدين يشاركوا واللي باش يشاركوا القدام. شكرا لك مره اخرى، تحيه لكم مروان. نعرف كان عندك كلمه الختام ما تحب تتوجه بها. أبار لي أنت ما تحبش تقول أنت وين. كيفاه؟ أبار لي ما تحبش تقول أنت وين بالضبط. عندك كان عندك كلمة الختام مروان. والله أنا نحب نشكر بالحق المتطوعين اللي يبداوا جمعة كاملة يخدموا ونهار السبت ولا حد يزيدوا يمشيوا يعطيهم من جهدهم، بالضبط يقوموا الصباح بكري نتصور حتى يقوموا قبل ما قبل الوقت اللي يقوموا فيه يمشيوا للخدمة ويخرجوا يعطيهم من جهدهم وما يرخوش بحتى قطرة عرق. والوبجيكتيف معناه ماهوش باش ينستنفع بها، يعرف اللي هي عباد اخرى باش تنفع بها والدول والبلاد باش تنفع بها، بعيد عليه ساعات 200 و150 كيلومتر ويجي وكل نهار حد. فما عباد ما غابتش معانا جمله، هذوك الناس الكل نحب نتقدم لهم تحيه. واضح، تحيه لكم انتم. واضح، يعني شكرا لك مروان، تحيه لهم بالرسمي. معناها عباد وراو العباد اللي ما تعرفش يمكن اللي تسمع فينا راو حتى
تلمو معناها يبدا فما اكسي نتاع عباد. العباد يقول لك راه سي راني نحبوا نمشيو مي مالوروزمون النومبر اللي ساتوري. شكرا لك مره اخرى مروان درع. من خلالك تقدر نشكروا المتطوعين الكل. احنا من بعد شويه باش نحكيوا على مشكله المياه في تونس تقريبا باش نخصصوا لها اكثر وقت من العاده، تقريبا اكبر جزء من حلقتنا اليوم باش نحكيوا